اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني نجم مصر ونجم النادي الاهلي والمدير الفني الحالي نادي الرجاء كابتن الكبير كابتن رمضان السيد. منور الدنيا يا كابتن. ربنا يخليك يا ابو حميد، انت اللي منور. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. شفت فيك مجروحه، الناس عارفه ان انا بحبك جدا وان انا ابنك يعني بالعافيه. طبعا طبعا. فشفت فيك مجروحه، عايز ابارك لك على النتائج الهايله اللي انت عاملها مع الرجاء في الاول، وبعد كده بقى قول اللي انت عايزه. يا الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله والله يا رب العالمين. يمكن احنا الحقيقه عاملين نتائج هايله الحقيقه مع نادي الرجاء. يمكن اقدر اقول لك يا ابو حميد ان احنا اخر 8 مباريات الحقيقه عاملين يعني 7 نتائج ايجابيه من ضمنهم 3 فوز. هنستعرض النتائج. طبعا الحمد لله الحقيقه يعني عاملين نتائج كويسه، بس يمكن هي احنا تعطلنا شويه رغم ان احنا متاخرين. بدانا بعد كان الفريق لعب 16 مباراه، لكن الحمد لله يمكن في حوالي 4 مباريات او 3 مباريات كنا ممكن نعمل فيهم نتائج ايجابيه كانوا يخلونا نعدي بشكل كبير جدا. دي حقيقه. يعني يمكن الاسيوطي رغم علي ماهر عامل تيم كبير قوي، احنا التحكيم ظلمنا شويه في 3 ضربات جزاء اتحسبوا علينا، من ضمنهم ضربتين مش ضربات جزاء خالص. انا كلمتك يوم قلت لك انا معاكم المدافع بصراحه. كان والانتاج الحربي الحقيقه برضو نفس الحكايه، اتحسب علينا ضربه جزاء من خارج المنطقه والمختار. طبعا فعلا. عملنا جيم كويس او جيم هايل. الداخليه يعني الحكم بيرفع 3 دقائق وقت ضايع، واحنا بنعترض ان هو بيحسب 3 دقايق تضيع، بيجي فينا جول في الدقيقه 2 من الهجمه المرتده. الحقيقه احنا ما كناش راضيين بالتعادل. نتائج الحمد لله، لو احنا الامور كمان كانت مشيت فيها توفيق شويه كنا ممكن نروح لبعيد شويه ابعد من كده. يعني احنا هنتكلم عن الماتشات وهنتكلم عن المباريات اللي حضرتك توليت المسؤوليه الفنيه فيها، وهنتكلم كان الرجاء فين وبقى فين، وهنتكلم من يعني لو حضرتك بنتكلم في ماتشات الرجاء مع كابتن رمضان السيد من اول بدايات كنت هتلاقي الموضوع مختلف خالص. بالظبط. عن بالزبط. الوضع الحالي. بالزبط. لكن هي كانت مغامره، وانا اتكلمت مع حضرتك قبل كده مغامره، وحضرتك انت قبلت ان انت تتولى مسؤوليه نادي يعني الناس كتير قوي بيقولوا ان هو ممكن يقع، لكن انت غامرت كالعاده. هو انا مش غامرت قد ما هي انا بحب التحدي الحقيقه في كل شغلي. بحب التحدي. يعني يمكن ممكن مثلا نتعرض عليك انديه تكون امكانياتها عاليه ومش عارف ايه وبتاع، ده ما بيستهونيش قوي قد انك تروح في نادي يبقى فيه الامكانيات والنتائج مش مظبطه وتعمل نتائج. واعتقد ان احنا لنا نتائج الحقيقه قبل كده مع نادي بتروجيت، وكنا واخدين الحقيقه في بونت وترتيب ال20 وجمعنا 48 بونت. احنا النتائج طبعا يمكن الوقت بس كان الكلام ده كان مثلا بعد 6 مباريات، لكن النتائج في او الامور بتاعه نادي الرجاء الحقيقه كانت بعد 16 مباراه بالظبط، فهي دي بس اللي يعني. لكن احنا نقاط قليله جدا. عدد نقاط كان 8 نقاط، وفي نفس الوقت احنا روحنا طبعا يعني بنعمل تيم جديد، وفي نفس الوقت بتعمل تكوين، في نفس الوقت انت بتعمل مطالب منك انك المعنويه كانت منخفضه جدا للعيبه. بالظبط. اشتغلت على النواحي النفسيه بقى، واشتغلت ان انت بتعمل تكوين فرقه جديده، واعتقد ان ده كله اتعمل في خلال شهر. فيعني دي تجربه الحمد لله لغايه دلوقتي احنا ماشيين فيها بنجاح كبير، لكن النجاح الاكبر ان احنا بعد الاربع مباريات نشوف نادي الرجاء يعني بنشتغل لغايه اخر صفاره في الدوري.